السلام عليكم وأهلا بكم من جديد بقناتي. اليوم إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة عيد ميلاد جدا جميلة لبنتين أختين لانا وديما، العمر كله يا رب. أول الأشياء، قمت بتجهيز كل الأشكال التي أضعها فوق الكيكة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة. نلف عجينتين مختلفتين اللون ونتحصل على لفافات، ثم نضعهما في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى نتحصل على قطع جميلة عند القطع. من الضروري استعمال بلاستيك الغذائي في تشكيل حلوى المكرونز، ثم نعمل ثقوبا على الجوانب بأداة النحت ونلصق كل اثنين مع بعض. عمل الآيس كريم سهل جدا، المهم اتباع نفس الخطوات. يوجد أشكال ثانية لحلوى اللولي بوب لم أصورها لأنها سهلة جدا. طريقة صنع مجسمات الدمى سهلة جدا حتى على المبتدئات، المهم اتباع نفس الخطوات.
أعزائي المتتبعين، أردت أن أوضح لكم بالتفصيل كيفية صنع هذه المجسمات. بعد تجهيز كل الأشكال، نبدأ بتزيين الكيكة. لكي يكون الاسم بالوسط تماماً، نلصق أوسط حرف بالاسم إذا كان فردي، وإذا كان زوجي، نلصق أوسط حرفين بالاسم، كما هو موضح لنا. في المرات القادمة إن شاء الله سأريكم كيف نرسم على عجينة السكر. نتركها تجف ساعتين ثم نلصقها على الكيكة. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالفيديو كما أنا استمتعت بهذه المرحلة. تقريبا انتهينا من تزيين الكيكة، كيكة لانا وديما. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.